السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم في الضفية اللي كيعيشها العالم بغيت إن شاء الله نقدم لكم واحد المعلومة بسيطة ونبارطاجي معكم هذه المعلومة باش الناس اللي حبسوا ما لقاوش الكوافير فين يحسنوا فين يتراسوا لحيتهم ولا ينقصوا لحيتهم. وبزاف منكم عندكم معدات، كاين اللي عنده الطوندوز، كاين اللي عنده الرازوار غير ما يعرفش يخدم بهم. فاليوم جيت إن شاء الله باش نقدم درس بسيط لهاد الناس كيفاش دير تراسي اللحيه ديالك في الدار، عندك في الدار تصاوب راسك تكسف على راسك. نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله. ليتس جو. الفيديو هو واحد الكاب، واحد الكاب اللي غادي نديروه على العنق ديالنا باش ما يطيحش لينا الشعر. المهم الا كنت في الدار تقدر تحيد حوايجك كاع وتخدم بلا الكاب. نحتاج واحد الرازوار تكون فيها لالا، ومن بعد نحتاج واحد صابون ولا جيل ولا اي حاجه مطعم سخون ولا نديرو في الوجه ديالنا، وواحد طوندوز اللي يكون فيها مشط رقم واحد ولا رقم زوج على حساب اللحية ديالك شحال باغي تخليها. نمشيو نلبسو الكاب ديالنا. إلا كنت بوحدك في الدار ولا تقدر تحيد حوايجك وتخدم عادي ماشي مشكل، تقدر تاخدو المحلات اللي كيبيعو أدوات الحراقة. فوالا أنا لبست الكاب. غنحتاجو واحد الماكينة بحال هادي، ماكينة بحال هادي الخوت، المهم ماكينة طوندوز عادية اللي نقدروا نحقوا بها. سينو الناس اللي عندهم ماكينات صينيه، وغادي نفضل اليوم نكون بماكينه صينيه. المهم هذه خدامه من احسن الناس بزاف ما كيتقداوش هذه حيت غاليه، فغادي نحاول نخدم لكم ماكينه صينيه. قلت لكم بزاف ديال الناس اللي عندهم ماكينات صينيه اللي هي رخيصه في الثمن ديالها وبها باش نخدموا اليوم، حيت كنقولوا الخدمه ديال الدار فهذه هي اللي كتنفع وهي اللي كيشوفوها بزاف في الدار. ف ماكش مبريباري انا غادي نخدم بها، مي اليوم غادي نخدم بها باش تشوفوا الطريقه كي دايره. فيديو غادي تلقاو الفوق يشوف هاد الماكينه شنو المميزات ديالها وشنو شنو علاش كتصلح ولا علاش كتنفع. فالفيديو غادي يعطيكم يبسط لكم كاع المراحل ديال هادشي. هي هادي الماكينه، هي هادي، او غادي نركبوا ليها المشط ديالها اللي كيجي معاها، يجي معاها هاد المشط. غادي نركبوه ليها المشط ديالها. وهنايا عندك الدرجات، هنايا كاين الدرجات، تريكل الدرجه اللي بغيت تحلق بها اللحيه ديالك. باغ اكزومبل انا غادي ندير جو بونس هي جوج، وغادي نشوف شحال غتحيد لي باش نطراسي حداكم اللحيه. هنا ها هي ربطناها في الكهرباء، غادي نشعلوها نديروا لها واحد النقطه ديال الزيت حيت هذه شحال ما خدمتهاش. وغادي نبداو حسن واحد المشط الى عندكم شي مشط في الدار، مشط طبيعي باش بان لكم الخدمه ديالكم. كتشوفوا بهاد الطريقه هادي بانت ليا كتخلي الشعر بزاف. غادي نرجعها لتحت، يعني اخر درجه هي تحت ثلاثه، وانا نحيد شوفوا هاد الطريقه. نكملوا معكم دي ديتاي ديال الحسن.
بون كتشوفوا دابا سالينا الحلق ديالنا ديال الحياه، حيدنا الحياه اللي زايده، قرينا دابا كتشوفوا الطاسات مابقاش باين لينا، باش نتراسيو انوفو من جديد ونشوفوا الطاسات ديالنا غادي يطلع وبقاو معنا. بون دابا كتشوفوا حيدنا الماكينه، حيدناها المشطه ديالها، دابا غادي نديروا واحد الطراساج بسيط هنايا غير بالماكينه، قوسوا ومن هنا قوسوا ونمشيو على بركه الله بهذه الطريقه هذه. هانتوما شفتو درنا واحد الخط بحال هدا، نكملو و هانتوما شوفو الطاسة ديالنا كيف طاسينا. تقدر انك غير هاد الشعر، إلا متعرفش تخدم بالموس فغير هاد الشعر تضربو بفوندوز، تحيدو بفوندوز، و هانتا قمتي بالطاسة لتحت. هانتوما كتشوفو الطراساج لتحت، عارفين الطريقة ديال الخدمة ديال الرازوار. بون يديرو يركبو لالام ديالهم في الرازوار، ويمكن هاد الرازوار الخوت تركية كتشد لالام كتقسمها على زوج، من بعد تحيد ليها هاد القناط هادو، ومن بعد تجلسيها لداخل بهاد الطريقة هادي. نتمنى إن شاء الله تبان لكم مزيان، تجلسيها هاكا وصفحها لداخل باش تدخل بهاد الطريقة هادي. كيف قلت واحد الجل ولا غير الماء ندهنو هاد المنطقة، شوية ديال الجل ديال الحسانة ولا صابون ولا اللي بغيتو ديرو في ديك المنطقة على حساب شنو كتوفرو، أو جيبو الطراسات ديالكم على حساب ديك المنطقة. هانتوما شتو اننا هولنا الشعر من هنا، كذلك هولنا الشعر من الجهة الأخرى. دابا شنو، دابا غادي نطلعو الشعر ديالنا، نديرو لافينيسيون ديالنا ديال الحياة. بالنسبة للخدمة بالرازوار بهذا الرازوار، فالمبتدئين بزاف بزاف هتجيهم شوية صعيبة، الناس اللي ديجا خدمت بالرازوار اون فوا ولا دو فوا ولا تروا فوا، فالرازوار كتشوفو ما كنوقفهاش، ما كنديرلهاش بحال هاك وما كنعساش، كندير لها واحد الزاوية ديال تقريبا 30 درجة و كنخدم بها عادي كتشوفو. ما كنصحكمش بها حيت غتجرحو راسكم، من الاحسن غير بالطوندوز. الطريقه خديوها الناس اللي شويه خدمت ديجا بالرازوار، هنا كنقلبو الرازوار الشده ديال الرازوار ونطلعو. فوالا كتشوفو اننا فينينا اللحيه ديالنا، قالينا غير هنا الفوق هاد الشعر فوق. فنا ميم شوز غادي نديروها بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش، الناس اللي عندهم غير طوندوز وما مولفينش انهم يخدموا بالرازوار، ومن بعد عاد ندوزو لصحاب الرازوار عندهم غير رازوار غير طوندوز عند الماكينه، ف غايشدو يوقفو الماكينه ديالهم بهاد الطريقه، يحطوها ويطلعوها الفوق، يحاولوا يرسموا واحد الخط ديال الحسانه. وكل ما كانت الماكينه بروفيسيونيل، يعني بحال هذه كتعطي الطراساج احسن من هذه، حيت هذه ديجا كيف قلت لكم غير شينوا،
هادي بروفيسيونيل وهادي كتعطي الخط مزيان، وغادي نوريكم الفرق بين هادي بين الشينوا وبين البروفيسيونيل. هاد الجهه لنا غنخدموها غير بالشينوا، هانتوما تشوفو تقريبا سالينا حيت مانيش نقدر نطراسي بها بزاف، مكتراسيش وخا كان وقتها مكتراسيش، ولكن مكتجرحش. حاجة أخرى أنها مكتجرحش، ديال الميريكان شوية حارة في الخدمة ديالها، قلتلك ديال الميريكان هي هادي. ديال الميريكان هي هادي نطويوها، ديال الميريكان غنخدمو بها هاد لو كوتي من هنايا، نتمنى ان شاء الله انكم يعجبكم. كتشوفو اون فوا كنحطو هاد الشعر الحس لي كديرو، فغلطة صغيرة مع بروفيسيونيل مع المكينة ديال بروفيسيونيل ما كتساوي الطاسة ديال الماكينة عادية. نتوما تشوفو الموسك الخدمة لي كتعطيها، الجهة لخرى لكوتي لاخر لا ميم شوز. شوفو الموس عطي الخط نقاد نيشان، هانتوما شتو الطراساج ديالو. شوفو هنا الفوق تقريبا تطراساو لينا لي كوتي، كنا ديجا بروفيسيونيل وما كنخافوش من الجريح ديال لا لام، فنقلبوا الموس نقلبوا الموس ونجيو نطلعوها. كوتي الاخر لا ميم شوز على الثاني بالنسبه للجانب الاخر. وبقى لينا دابا غير الموستاش، وتبقى لينا هاد المنطقة اللي حنا كنقولو لها الطروة، ولا هاد المنطقة اللي دايرة بحال التلاتة هنا، فغادي تشوفو الطريقة ديالهم. دايما كيف قلت تدهنو صابون ولا دهنو شي جيل على المنطقة اللي باغين تخدموها، حسن غير صابون الطرف وديرو في الماء وتحكو شوية في ديك البلاصة باش ترطب، يكون الماء شوية دافي حيت باش المسام يتفتحو والموس تمشى دغيا، الشعر دغيا يتحيد. كيف بدو قلت لكم صابون الطرف هو قاضي الغرض. كيف قلت لكم موستاش لا ميم شوز هكذا، راسي الموستاش ديالك الجهه الاخرى تحيد غير الشعر اللي زايد، هانتوما شفتو الطاسه ديال الموستاش. دابا نمشيو لهاد المنطقه اللي هنا لتحت، فكاين واحد الشعر كيكون هنا فوق تحت من هاد الشنافه التحتانيه، نخرجو شويه بلساننا. هانتوما شو حيدناه كامل، هنا هاد المنطقة كنخدموها بهاد الطريقة، هادي هنا على حساب واش نجيبوها
كل واحد كي كيبغي هذه المنطقه هنايا كيبغيها مثلثه كل واحد كيبغيها. انت ما تبغيش قاعد تخدش فيها خليها كيف بغيتها كيف كانت. عاوتاني نمشيو للكوتي الاخر خرجوا بلساننا خصوص تاصل هنا تحت اخوتي غير الشعر اللي زايد حيت غتلقى صعوبه الا بغيت تطراسي شي طراساج اللي اش بغيت ترسم شي رسمه ولا ديك شويه صعيبه علاش انت كتخدم راسك ماشي انت كتخدم الكليان. فمن الاحسن انك تزيد تحيد غير الشعر اللي زايد. كنشوفوا تقريبا هكذا الطراساج ديالنا هو هذا سال الطراساج ديالنا ما استغرقناش وقت كثير. الا بغيت نزيد شويه نفيني الطراساج ديالي كنجي لهنا كنفيني الطاطا ديالي نشوفو شي منطقة أخرى عاوتاني هنايا عندك غطي الودن ديالك كيف كتشوفوا تقريبا هو هذا التراساج ما كانش شي حاجه اخرى اللي غادي نزيدها نضيفها لكم. نتمنى ان شاء الله انني نكون فدتكم ولو غير واحد شويه في المعاناه ديالكم اليوم سيرتو في هذه الاسابيع اللي بلا حلاق حيت الحلاقه مسدودين. نتمنى ان شاء الله انه الفيديو يكون عجبكم وانكم دعمونا بالبارطاج ديال الفيديو بارطاجوه مع كاع الناس اللي كتعرفوهم الناس اللي كيعانيو من هذا في هذا الاسبوعين كيف قلت عدم وجود الحلاقه وحيت الناس سد الصالون ديالهم خوتي الحلاقه كذلك الناس اللي ما كانتش كتعرف كيفاش تطراسي لراسها وضروري كيمشي تان عند حلاق اخر باش يطراسي له. فنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون فادك وانك تكون استفدتي معنا في الطراساج. طلعوا في راسكم فيديو اخر ان شاء الله نقدمه لكم في الاسابيع القادمه. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.